طبعين على الوطن والوطن سبورتس. خلينا نقول حاجة مهمة جدا ومعلومة لكل الجماهير المصرية، خلوا بالكم يا جماعة الجماهير الروسية من الجماهير المحترمة جدا، والناس هنا شايلانا فوق الراس. لذلك نصيحة صغيرة قبل المباراة، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. في حالة المكسب مش عايزين الفرحة الزيادة، الفرحة المستفزة، افرح هيص اعمل اللي انت عايزه، امشي في الشارع بمسيرات، لكن ما تعملش حاجات تحسس الناس اللي انت بتعمل شغل اوفر شوية، لان هنا الحتة دي بتضايقهم بشكل كبير جدا. لا قدر الله في هزيمة ما فيش فوز، برضو ما يبقاش الغضب بزيادة. لكل الجماهير المصرية، لكل الناس اللي جاية تشجع المنتخب المصري في روسيا، الهدوء ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكسب ان شاء الله.